حلقة النهاردة بنتكلم عن نظام الإيجارات في مصر. والحقيقة أنا كنت يعني قبل ما نتكلم وندخل في موضوع قانون الإيجارات ومشكلاته وما إلى ذلك، حبيت إن أنا أتكلم عن التطور وبداية التطور التاريخي أو بداية نظام الإيجارات في مصر ثم التطور التاريخي له. الحقيقة إن قانون الإيجارات يعني بتحيط به العديد من الشكوك، والتطور التاريخي له يعني أصابع اتهام كبيرة جدا. لما نقرأ تاريخ هذا القانون نلاقي إن ناس كتير جدا من الذين كانوا مستفيدين منه في يوم من الأيام يعني كان الموضوع حلو ومناسب وجميل جدا بالنسبة لهم، لكن دلوقتي هناك المتضررين من قانون الإيجارات المصري. فإيه حكاية قانون الإيجارات المصري ونظام الإيجارات المصري علشان نقدر نفك يعني ألغاز هذا الموضوع؟ الحقيقة إن نظام الإيجارات بدأ في مصر سنة 1920، ودي كانت البداية. طبعا سنة 1920 كان النظام الإيجارات أو في الفترة دي كانت في أعقاب الحرب العالمية الأولى. الحرب العالمية الأولى كانت أوروبا في هذا الوقت يعني تعاني من أزمات سياسية واقتصادية وعسكرية طاحنة جدا. كان نظام الإيجارات المعمول به في هذه الفترة هو يكفل، هي القواعد كان بيتسم بالقواعد التي تكفل كل ضوابط وكل ضمانات الاستقرار في الشقة أو في البيت أو في المنزل. طبعا قانون الإيجارات هو يعني بيتعرض لسكن الإنسان وحياة الإنسان واستقراره. طبعا الموضوع بيتعلق أيضا بالتعليم وبالعمل وبالشغل وبالنسب وبالعلاقات العائلية والأسرية والاجتماعية وما إلى ذلك. فالحقيقة موضوع إن يعني موضوع قانون الإيجارات من المسائل الشائكة ومن القوانين التي تتسم بالصبغة السياسية والاقتصادية، أي أنه يتأثر ويؤثر جدا في النظام السياسي والاقتصادي الذي يحكم الدولة. فلو رجعنا وقلنا أن النظام الإيجارات المصري الذي كان مستنبطا مما كان مطبق في الأنظمة القانونية الأوروبية، فعايز أقول أن في الفترة دي زي ما قلت أن العالم كان خارج من أزمات اقتصادية كبيرة جدا، فما كانش من الممكن أبدا أن ألا يوفر قانون الإيجارات في النظم الأوروبية وفي العالم كله، لأنها كانت الحرب العالمية الأولى. ما يعطي الحق أو الفرصة في للمالك أو المؤجر أن هو يطرد المستأجر في أي وقت. ما كانش ينفع أقول للناس وهي بلادهم يعني متدمرة نتيجة الحرب العالمية الأولى والبيوت وما فيش بيوت وما فيش مساكن، لا أنت تقعد سنة ولا سنتين وتخرج، ولا شهر ولا شهرين وتخرج، أو أنك أنت يطبق عليك أعلى حد أو نسبة من نسب الأجرة الشهرية. طبعا ده كان شيء من المستحيل أن هو يعني يتطبق أو أن هو يكون حقيقي يعني. فالنظام المصري كان مستنبط مما كان مطبق في هذه الفترة. جالنا نظام الإيجارات لمصر سنة 1920 زي ما قلنا كان من أهم ما يتسم به هذا القانون، إن امتداد عقد الإيجار كان يصل إلى حد الدرجة الرابعة. يعني هل يتصور أحد إن يبقى واحد مستأجر لشقة أو لبيت أو لمكان أو لأرض أو حاجة قاعد فيها ثم يجد أن عقد الإيجار يمتد إلى الدرجة الرابعة؟ يعني الدرجة الرابعة دي يعني ولاد عمه مثلا، ابن عمه أو ابن خاله أو ابن خالته، يبقى هو قاعد موجود برضو في الشقة، العقد يمتد له، مش زي ما احنا بنقول النهاردة للزوجة أو للزوج أو للابن أو للأب أو للأم، لا ده الموضوع كان يعني الحقيقة يعني عقد أبدي وفوق الأبدي كمان، يعني هو كان يزيد على الأبدية إذا صح التعبير. فالحقيقة هو ده اللي كان مطبق في هذه المرحلة، وفضل قانون الإيجارات على فكرة ماشي لسنوات طويلة جدا بهذا المنوال. يعني فضل إلى حد مثلا سنة لحد الثلاثينات، يعني من سنة 1920 لحد منتصف الثلاثينات كان هذا القانون يسير بهذه الطريقة، لدرجة أن الناس بدأت العزوف عن الاستثمار العقاري. يعني كل اللي كان معاه قرشين في الفترة دي ما كانش بيتجه أبدا اللي هو يبني بيت أو يبني عمارة أو يبني مثلا مسكن معين علشان يسكن فيه ناس كتير. ما اللي بيقعد ده بيقعد فيه هو وابن عمه وقرايبه وأهله، يعني ما طبعا أمر لا يحتمل. وطبعا برضو كانت الظروف الاقتصادية في هذه الفترة كانت صعبة جدا بتمر في مصر، يعني مصر كانت تقع تحت الاحتلال الإنجليزي في هذا الوقت. فوصلنا للثلاثينات كان فعلا بدأت الناس تعزف عن
الاستثمار العقاري في هذه المرحلة، وبدأت بقى تقول يعني عايزين بدأوا يتجهوا إلى الاستثمار الزراعي أو يفتح ورشة على قده أو يفتح محل تجاري أو ما إلى ذلك، لحد ما وصلنا لسنة 1944 واتعملت دراسة لمدة سنتين، استمرت لمدة سنتين الحقيقة علشان يتم تقسيم الإقليم المصري إلى مناطق وإلى رقع معينة، يتم تحديد الأجرة بما يتناسب مع طبيعة والحالة الاقتصادية لسكان هذه المنطقة أو لسكان هذا الحي، وفي نفس الوقت بيتم وضع ضوابط أكثر قيداً على امتداد العقد لغير المستأجر الأصلي. فالحقيقة هذه الدراسة استمرت سنتين، وكانت الحقيقة هي الأمل وهي المتنفس في هذه الفترة علشان نعدل الكفة شوية أو الكفة تتعدل ما بين المؤجر والمستأجر في هذه المرحلة، وعلشان زي ما قلنا كان بدأت الناس تعزف عن الاستثمار العقاري، أصحاب الأموال يعزفوا عن الاستثمار العقاري، فعشان نوزن الكفة دي ونبتدي ندي للناس شوية من الأمان وشوية من القدرة على اكتساب الأموال، أو يعني أن العلاقة الإيجارية تكون علاقة خفيفة شوية ووطئتها خفيفة ومناسبة للطرفين، زي ما قلنا أجرية الدراسة استمرت لمدة سنتين تقريبا سنة 44، وكان الأمل فيها كبير جدا حتى وصلنا إلى ثورة 1952، وجاءت ثورة 52 بنفحات الاشتراكية، وهبت نفحات الاشتراكية على الاقتصاد المصري وعلى النظام السياسي المصري والاقتصاد المصري وعلى الشعب المصري أيضا، وهو ما ارتضاه الشعب في هذه الفترة، ولكن الاشتراكية كانت لها كلمة أخرى. نشوف إن شاء الله ونسمع ونفهم إيه اللي حصل مع ثورة 52 في الحلقات الجاية إن شاء الله.